يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وكيف الجواب عن قول الله سبحانه أن اشكر لي ولوالديك، هل الواو هنا للاشتراك؟ نعم. يقول وما الجواب عن قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، يقول هل الواو هنا للاشتراك؟ لا، الواو هنا بمعنى ثم لوالديك يعني تابعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه، لأن المنعم الحقيقي هو الله، والمخلوق الوالدان وغيرهما إنما هما من فضل الله عليك. نعم.